السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 28 يونيو 2020، وشرفني المرة الثانية، الأسبوع الماضي كانت معانا، نستضيف دكتورة هند عبد المنعم خوجري. و نعم، أهلا وسهلا. الله يديك العافية. اليوم دكتورة هند بتستجيب لواحدة من نداءاتنا المتكررة، اللي هو انه اخواننا اللي تخرج من بكالوريوس، تخرج من ماجستير، تخرج من دكتوراه، يجي يقدم ويبينار في مجموعة الباحثين السودانيين، والكلام ده ممكن ينفعوا في اكثر من حاجة. يعني الناس اللي قدموا قبل كده استفادوا جدا من القصة دي، ونتمنى انه الناس كلها تاخذ الموضوع بجدية وتقدم رسالة الدكتوراه بتاعتها، رسالة الماجستير، مشروع التخرج بتاعها، لانه ده هينفعهم ان شاء الله. فيشرفني انه الليله دكتوره هند. وبعدين برضو بنقول للناس انه ما محتاج انك تبذل جهد اضافي، اخر تقديم قدمته عشان تحصل على الدرجه، تعال قدم نفس التقديم ده. وقبل كده كان عندنا احنا جلسه اسمها تيل مي اباوت يور بي اتش دي، عملناها في قاعه الشهيد في جامعه السودان علوم وتكنولوجيا، وقدمنا فيها 4 دكاتره من امريكا، من ماليزيا، وانا كنت من كوريا الجنوبيه، وكان في زميلنا من اليابان. وموجوده بلاي ليست موجوده في اليوتيوب، ممكن الناس تشوفها. فدكتوره هند كتر خيرك اليوم، يعني استجابت للطلب، وهتقدم رساله الدكتوراه بتاعتها بعنوان Sustainable Eco Building Assessment Method for Evaluation of Residential Areas in Greater خرطوم. هتورينا لاحقا انها كيف وصلت لتول، التول دي ممكن كل واحد فينا يستخدمها عشان يعرف البيت بتاعه how green it is ولا how friendly للانفايرمنت it is. فمرحبا بك مجددا دكتورة هند، أهلا أستاذة وسهلا دكتور الجامعية. أنور، يديك العافية، تفضلي. أنا سعيدة جدا يعني بالاستضافة للمرة الثانية، والمرة دي موضوعنا هو مناقشة يعني بحث الدكتوراه، وده نفس البرزنتيشن اللي أنا ناقشته في يوم المناقشة، بس حاولت إني أخليه فوكس ويكون مختصر. برحب بالسادة الضيوف معاي في برنامج زوم، وبرحب أيضا بالضيوف في الفيسبوك في الفاونديشن في الصفحة بتاعتي. فموضوعنا اليوم Sustainable Eco Building Assessment Method for the Evaluation of Residential Areas in Greater Khartoum. تعريف بسيط: دكتور هند عبد المنعم خوجلي، PhD in Architecture، Master in Environmental Studies من جامعة الخرطوم، و BSc in Architectural Engineering من جامعة عين شمس. والإيميل بتاعي ahind@dow.edu.sa. وتاريخ حصول الدكتوراه كان في جولاي 2019، وطبعا تاريخ البرزنتيشن بتاعنا كان امس لكن تعدل الى اليوم اللي هو 28. اول حاجه بنبدا بالسمري اوف ذا ريسيرش. This research aims at investigating the present situation of residential buildings in Greater Khartoum to evaluate them using sustainable environmental parameters. The problem of residential buildings to be investigating are environmental problems in indoor environment, outdoor environment, and in services. The research also aims to find sustainable assessment method to enable us to evaluate residential areas and their services in Greater Khartoum. طبعا اللوكيشن هو مدينة الخرطوم الكبرى، Greater Khartoum. It classified into three towns, capital of Khartoum, Khartoum North, and in Omdurman. Definitions of eco building. تعريف المباني البيئية المستدامة. Eco house, meaning of eco homes, comes from the terms eco, which derives from Greek roots. يعني أصل الكلمة هي كلمة إغريقية. Okais means household, and ecological relationship concerned with the use of resources. فالتعريف ده نحن عملنا له تحليل بسيط، إنه المبنى في كثير من الناتشرال ريسورسز بتكون انكم للمبنى، وعندنا اوتكم بعد الاستخدام. يعني اول حاجه الناتشرال ريسورسز اللي هو الووتر، فبيطلع من البيت اللي هو الجراي ووتر. جراي ووتر هي المويه المستخدمه عندنا في الكيتشن وفي الباثرومز. كمان بناخد من الناتشرال ريسورسز عندنا الانرجي، ويند انرجي وسولار انرجي، والاوتبوت بيكون هو الغاز ايميشنز مستخدم عندنا في البيت. كمان بناخد من البيئه الماتيريال
والاوتبوت بيكون ريسايكلينج اوف ذا ايكولوجيكال بيلدينج ماتيريال. بناخد كمان الفود فروم ذا ناتشورال والبرودكشن وبيطلع عندنا الويست في الهاوس. طيب الهدف هو انه انا زي عندي معادله انه طرفي هذه المعادله يكونوا ايكوال تو ايتش اذر. الهدف من الايكو بيلدينج انه انا طرفي هذه المعادله انه يكونوا ايكوال تو ايتش اذر، او اقول انه the net of CO2 emissions is equal to zero. ده الهدف الرئيسي من تصميم الايكو هاوس. Research problem. The research problem that will be investigating is the environmental problems in residential buildings in Greater Khartoum, whether they are ecological buildings or not. To which extent, what are the problems in the indoor environment, outdoor environment, and in services like water efficiency, energy efficiency, and building materials? Many environmental problems were detected in local environment and residential buildings, especially when managing the indoor environment in lighting, ventilation, building material, building orientation, as well as managing the outdoor environment in providing it terraces, water features, and landscape. الهدف الرئيسي من بحث الدكتوراه هو البحث في عدة مشاكل هي كلها بنسميها environmental problems في البيئة الداخلية للمنزل والبيئة الخارجية وفي السيرفيسز اللي هي الخدمات focus in the water والenergy والmaterial. فيعني طبعا الشاهد انه احنا عندنا كثير من المشاكل في الجريتر خرطوم بالنسبة للكهرباء وفي الموية، والكلام ده يعني من خلال البحث بتاعي برضو أثبت الحاجة دي، وفي أبحاث يعني سابقة برضو أثبتت الحاجة دي. فكيف إحنا نقدر من خلال هذا البحث إنه نحنا نوجد بعض السوليوشنز في المجالات المختلفة للإنفايرمنتال بروبلمز. بعض الفيجرز availability of electricity، دي بعض الديجرامز خدناها من وزارة الطاقة. Available electricity by 28%. Not available 72% in Greater Khartoum. Available of water 47%. Not available by 53%. Energy balance in Sudan, in 82% it is biomass energy. يعني بتعتمد على الفحم والحطب، يعني ياخذوا الطاقة من الفحم والحطب والأشياء الطبيعية. و 16% من البتروليوم energy. و 2% من الهايدرو إلكتريك إنرجي فقط 2%. عشان كده نحن دائما عندنا عجز في إنتاج الطاقة في السودان بشكل عام. فالفيجرز دي مهمة جدا، بتورينا إنه قطاع كبير جدا من السودان بيعتمد على إنتاج الطاقة باستخدام الفحم والحطب، و 16% فقط من إنتاج الطاقة الكهربائية اللي هي الهايدرو إلكتريك إنرجي، و 2% من البايوماس إنرجي. استهلاك الماء بالنسبة للإنسان في البيت 106 لتر per day which exceed WHO limits. كمان الفيجر ده أخذناه من تقرير من وزارة الأربن ديزاين عندنا في الخرطوم، وزارة التخطيط العمراني، بيوضح إنه we have exceeding demand for water supply in Greater Khartoum من سنة 2008 إلى 2033، فترة إعداد هذا التقرير. وكمان هذا الفيجر بيوضح إنه عندنا exceeding demand for electricity in Greater Khartoum في نفس الفترة اللي هي تم إعداد هذا التقرير فيها من 2008 إلى 2033. Problems facing applying، يعني خلال بحث الدكتوراه كان في عديد من المشاكل واجهتنا في سيرفي في جمع المعلومات. Limited sources of information in sustainable building books. في الفترة دي كان يعني الكتب اللي هي بتتكلم عن sustainability في الخرطوم كانت قليلة أو في شح في هذه الكتب. المكتبات كان فيها يعني حاجات بسيطة جدا، فكان الاعتماد الكبير to solve this problem على الإلكترونيك بوكس. How to download electronic books from the internet. المشكلة الثانية اللي هي lack of homogeneous in urban areas، يعني عدم التجانس في الurban design في المناطق المختلفة. وطبعا أنا عايز أعمل مقارنة ما بين هذه المباني إذا كانت هي sustainable eco building or not.
فلازم يكون الحي اللي أنا حأختاره أو المجاورة السكنية اللي أنا حأختاره يكون فيها homogeneous design in urban area في plot size، وإنها تكون in the same block في نفس المكان، وإنها تكون same يعني هي تبنت في نفس period of time يعني الفترة الزمنية ومن حيث المساحة، وإنها تكون في نفس المجاورة السكنية. في الشروط دي ما كانت بتنطبق على كل المجاورات، يعني كان في بحث في الأول مستفيض عشان نحن نلقى homogeneous urban areas نقدر نطبق عليها الدراسة. المشكلة الثالثة various distance between the areas of the study in Khartoum. طبعا الخرطوم والخرطوم نورث وأمدرمان كل واحدة منها يعني عبارة عن مساحات كبيرة جدا، والمسافة عشان أقطعها بتقطع كوبري أو جسر من منطقة للثانية، فهي مناطق متباعدة. عشان أحل المشكلة دي عملنا ديفايديشن كلاسيفيكيشن فور ذا كيس ستاديز على ثلاثة مناطق. عملنا فوكس على منطقة الخرطوم في الأول، بعدين مشينا على منطقة الخرطوم نورث، بعدين مشينا على منطقة أمدرمان، يعني في فترات ثلاثة فترات زمنية. المشكلة الرابعة اللي هي editing of research literature in English language، دي كانت مشكلة كبيرة لأنه اللغة العلمية هي ما سهلة، الفريز للغة العلمية في scientific research ما حاجة سهلة، بتحتاج إنه يعني دائما الواحد إنه هو يكتب ويتعلم، وبيحتاج إنه يكون في شخص براجع وراه للانجويج، ودي أخذت مننا وقت لصياغة الريسيرش in English language بشكل علمي صحيح. The research objective to study the literature review of the eco building principles and environmental comfort principles to study the conditions of residential areas in Greater Khartoum to assess the suitability of existing standards to develop a local assessment method to test the new assessment method to document the situation of residential buildings in Greater Khartoum in indoor environment, outdoor environment, and in services. The hypothesis, residential buildings in Greater Khartoum have serious environmental problems in the indoor environment and in relation to the thermal comfort, or outdoor environment in relation to the thermal comfort. Services such as energy, water, and material are facing serious environmental problems. Sustainable eco buildings principles and methods are not implemented in the residential buildings in Greater Khartoum. يعني الافتراضية إنه عندنا مشاكل بيئية داخلية، مشاكل بيئية في الأوتدور خارجية، ومشاكل في الخدمات اللي هي الووتر والإنرجي في الماتيريال، وبعدين نحن نعمل يعني تولز عشان نحن نقدر نقيم هذه المباني إذا كانت هي sustainable eco building or not. والافتراضية إنه لا يوجد عندنا مثل هذه التول في الجريتر خرطوم. Methodology بشكل عام عندنا review of the previous literature. طبعا يعني الأربع شابترات الأولى من الرسالة كانت تتناول literature review in environmental sustainable development and principles of ecological design. A review of the passive solutions suitable to the hot dry climate. The nature of the case study in environmental architecture, spatial and infrastructure is reviewed as well as review the historical background of residential areas in Greater Khartoum and the problems faced by them, general review of the environmental assessment methods, the physical quantitative assessment methods, where the qualitative assessment method and sustainable assessment method, where rationalization of the assessment method of the research to evaluate residential buildings in Greater Khartoum compared between five global assessment methods and introducing the sustainable eco-building assessment method and to reflect the passive solutions suitable to the hot dry climate. الجزء ده كان حوالي أربعة chapters، ودي أخذت مننا شغل كبير جدا عشان نحن نختصر literature review إلى أقصى حد، يعني هو حوالي 25% من حجم الرسالة الكلي. حجم الرسالة 400 صفحة. كمان دي واحدة من المشاكل اللي كانت يعني بتواجه البحث اللي هو تضخم حجم الرسالة. جزء كبير extracted يعني أخذناه من هنا وديناه في الأبندكس، وليتر اون تم نشره في شكل papers بحيث إنها تكون focus، يعني literature review محتاج إنه يكون focus و on the points
ويكون لا يزيد عن 25% من حجم الرسالة. حجم الرسالة تقلص إلى 300 صفحة. وأي حاجة إحنا شلناها من الجزء ده خطيناها في الأبندكس، وليتر أون تم الاستفادة منها بحيث إنها هي نشرت في شكل بيبرز. Present the study method of assessment اللي هي الميثودولوجي، chapter of methodology، وده برضو يعني أخذ منا شغل كثير لحد ما تم الارتقاء به في شكله النهائي. والفيلد وورك including a survey and evaluation of 4 to 8 samples house units of different residential areas in Greater Khartoum from different urban classes, data collection, documentation, presentation and demonstrate them in tables and figures and analyzing by computer programs. The discussion, what chapter of discussion and the analyzing by the study method of assessment for areas of the study and then the average result for the main categories of the case studies was done, analyzed and discussed for all areas of study in Greater Khartoum, then the general conclusion and recommendation. Conclusion for the comparison. طبعا أكثر جزء كان مهم بالنسبة لنا نحن في تم ذكره هنا اللي هو عبارة عن comparison between 5 global standards. عملنا مقارنة ما بين 5 أنظمة عالمية وهي الاستدامة في قطر وجيساس في قطر، الاستدامة في الإمارات وليد سيستم والنظام الأسترالي والبريم في يونايتد كينغدم. بعد ما عملنا المقارنة بينهم في المين كاتيجوريز والسب إيشوز إن ديتيلز، لقينا إنه هذه الأنظمة الخمسة اتفقت على إنه مبادئ الاستدامة الرئيسية في العالم كله هي 5 مبادئ، وهي الإندور إنفايرمنتال كواليتي والسستينبل سايت والإنرجي والووتر أند ماتيريال. هم اتفقوا على الخمسة ديل. بعد كده كان في عندنا مور، يعني كل دولة أضافت زيادة على المين كاتيجوريز حسب ما يتناسب مع الانفايرومنتال اند سوشيال اند كلتشر ايشوز بالنسبه لهذه الدول. طيب افتر ستادينج ذا جريتر خرطوم كونديشنز، عندنا تشابتر رقم 3 كان بيتكلم عن جريتر خرطوم كونديشنز، لقينا انه إن ممكن نحن نزيد على الخمسه الاساسيين ديلا بعض الكاتيجوريز انها هي تساعد في دراسه الانفايرومنتال والسوشيال والكلتشر بالنسبه للخرطوم. أول حاجة البيلدينج فورم، إضافة البيلدينج فورم كان نيو كاتيجوري، والأوتدور إنفايرمنت سكند كاتيجوري، والإنفايرمنتال ديزاين بروسيس ثيرد كاتيجوري. إذا إحنا عندنا 8، عندنا الخمسة الأساسيين اللي هم استنتجناهم من المقارنة وأضفنا لهم 3 نيو كاتيجوريز، فأصبح التوتال هم 8 كاتيجوري. طيب هنا عندنا summary of the research method of assessment، عندنا 8 main category زي ما تكلمت قبل شوية اللي هي sustainable site. في عندنا هنا 12 point، 12 point يعني عندي 12 sub issues أو solutions تحت sustainable site، عندي 12 solutions و it earns 12 point. والindoor environmental quality عندي برضو فيها حوالي 30 points، وbuilding form 8 point، outdoor environment 9 points، والmaterials and resources 34 points، الwater and drainage system 16 points، والpower supply system 15، environmental design process 1. التوتال بالنسبة للtools فيها 125 point أو 125 solution، عندي فيها 125 solution could be applied in Greater Khartoum and hot dry climate. بالنسبة للباي ديجرام بيوريني اللود أو يعني النسبة المئوية بالنسبة لكل جزء من اللي أنا ذكرتهم كنسبة في المية، كم في المية لكل part. طيب the scale، طبعا احنا عندنا scale لكل يعني for the evaluation، أي نقطة أو أي solution أنا بخطه بياخد عندي scaling أو تقييم يعني. فالتقييم ده جبناه من الـ Predical Mean Vote، وهو عبارة عن سيستم كان بيستخدم لـ Thermal Comfort، وبيتكون من أول حاجة 0 هو Neutral، وبعدين Plus 1 هي الـ Warm Slightly Warm، والاثنين هي الـ Warm، وبعدين الثلاثة Hot، والـ Minus 1 هي الـ Cool، وناقص 2 هي Slightly Cool، والناقص 3 هي
خالص. على نفس الريتم، على نفس الريتم بتاع السكيل ده، انا خطيته بشكل رأسي ولكن اديته different meanings. عندي الزيرو معناها means it is not applicable، يعني لما ادي تقييم صفر معناها انه هذا الحل او هذا السوليوشن غير موجود، it is not applicable. بالنسبة للبلس 1 هي positive، يعني هو الحل موجود، positive solution او has positive impact on the environment وهو good solution. لما اديه بلس 2 معناها هو better solution, it has more positive impact to the environment. Minus one معناها bad solution, it has negative impact to the environment. Minus two, it is a worse solution, it has too negative impact to the environment. فده هو كان the scaling system بالنسبة للتول. The method of evaluation طبعا عندي range، أخذنا إذا كانت يعني عدد النقاط 40، التوتال بالنسبة للإيفالويشن كان 40 معناها هي ويك ريزلت. إذا كان 41 ل 44 معناها باس، 45 ل 59 معناها هي جود، و 60 ل 75 فيري جود، ومن 76 إلى 125 هو اكسلنت. طيب على أي أساس نحن خدينا 40؟ عملنا طبعا نحن مقارنة ما بين الأنظمة العالمية اللي أنا ذكرتهم قبل شوية، فلقينا انه المينيمم بوينتس بالنسبه لهم عشان يكون هو باس كانت هي 50. يعني الدراسه عملت المقارنه ما بين خمسه انظمه عالميه، فالخمسه انظمه العالميه هم خاطين رينج للباس سوليوشن. طبعا هم بدوا من سنه 2000، يعني هم سابقين الدراسه دي بكثير جدا، ليد بدات في سنه 2000 او نهايات 1999، فبدوا يعني بفترة سابقة كبيرة جدا. خلال 10 سنوات دي كان في عندنا 4 فيرجن لليد سيستم، وهم وصلوا للخمسين. 50 دي كانت بعد ما هم عملوا أدفانس سوليوشن، يعني أخذوا الستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 ستيب 4، فكل مرة هم بيعملوا أدفانس سوليوشن بيطوروا من نفسهم. ولكن إحنا we are beginner، يعني we are just start for sustainability and solutions، عشان كده أنا بديت من 40. 40 هي reasonable، ده سبب من الأسباب. السبب الثاني إنه أنا بعد ما طبقت التولز على 48 case study، فلقيت إنه a good solution، يعني معروف عندنا إحنا في بعض البيوت صمموها مهندسين معماريين ممتازين في المجتمع السوداني، منهم جاك إشخانش ومنزل دكتور عثمان الخير، وفي عدد من البيوت صمموها مهندسين معماريين معروفين جدا عندنا في المجتمع السوداني. البيوت دي أخذت الرينج من 40 إلى 50، يعني في بيوت أخذت 45، في بيوت أخذت 50. فالبيوت اللي أخذت 45 إلى 50 فهي حتكون ما بين الباس وما بين الجود ريزلت، إذن أقل منها بشوية حتكون هي الويك ريزلت، فأخذناها 40 وليست 50. مدام الخمسين هي جابت لي أحسن بيوت عندنا، فما ممكن أنا أخليها ويك ريزلت، خليتها هي الجود ريزلت بالنسبة لنا نحن كسوليوشن عندنا في الجريتر خرطوم. هي الرينج من 45 إلى 50 هي الجود سوليوشن، فالويك ريزلت الضعيفة بدت معانا من 40، ومن 41 ل 44 هي الباس، ودي طبعا هي مستوى عالي جدا من الحلول الادفانس فيري ادفانس سوليوشن اللي هي ما توجدت عندنا في الكيس ستاديز. طيب نبدا في التول نفسها وبعض التفاصيل. اول حاجه السستينبل سايت. السستينبل سايت فيه عدد، هنا الكولوم الاول ده اللي هو عدد المين كاتيجوريز الفوكس بوينت، المين كاتيجوريز اللي هي حوالي 6 مين كاتيجوريز. اول واحده هي سايت سيلكشن، يعني عندي موضوع السايت سيلكشن اختيار الموقع بيكون مهم جدا، انه انا اختار الموقع بما يتناسب مع الوظيفه المرجوه من هذا المبنى. اذا كان مدرسه بيختلف عن اختيار موقع مستشفى، وبيختلف عن اختيار موقع مسلخ مثلا او حضانه اطفال. فكل المشاريع يعني انا بختار لها السايت على حسب الوظيفه بتاعه هذا المشروع. فأول سؤال بسأله نفسي، هل أنا اخترت هذا الموقع أو يعني بتناسب مع الوظيفة؟ هل كان مناسب؟ فإذا كان يس هو بياخد عندي 1 point، وإذا كان نو هياخد 0، ما هياخد حاجة.
طيب النقطة الثانية عندي هي الـ structure system. رقم اثنين دراسة الـ structure system. كمان الـ structure system عندنا في الخرطوم في عدد من الأنظمة المطبقة، منها الـ load bearing system، منها الـ concrete skeleton، وفي عندنا الـ steel system. دي كلها مطبقة عندنا في بعض الأنظمة الحديثة، لكن بتكون يعني قليلة، زي استخدام الـ Earth Stabilized Bricks يعني في الفترة الأخيرة، استخدام الـ Steel Structure برضو بيستخدموه عندنا في الـ Warehouses، وفي بعض الأحيان يعني ميزانين فلور أو يعني مبنى بيتكون من طابقين، أو أحيانا من يعني مبنى بيتكون من 13 طابق يكون كل الـ Skeleton الرئيسي بتاعه من الـ Steel. فبرضو هنا لازم أحتاج لدراسة الـ Structure System. بعد كده اتكلمت عن الـ Controlling System. ممكن يكون عندي في الـ Sustainable Site Control the Noise، إنه أدرس إنه كيف أحمي هذا السايت أو هذا المشروع من النويز، ما يكون عندي نويز جاي من البيئة الخارجية عن طريق التشجير، عن طريق الأسوار، أو يعني أبعد هذا المبنى مسافة كافية بحيث إنه الشارع الرئيسي أو الهيفي ترافيك ما تعمل لي أي نويز بالنسبة للمبنى. في عندي بعض الحلول مثلا زي الصور هنا، إنه أنا أعمل بايسيكل كنترول، أقدر أوصل لهذا السايد عن طريق استخدام البايسيكل، أو استخدام الباص ستيشن، أو عن طريق استخدام المترو ستيشن. كلها حلول مفروض تكون موجودة. وإذا كان عندي كومباوند ممكن أستخدم عربة الجولف للوصول إلى داخل السايد. هذه الحلول لابد إنها تكون مدروسة عندنا في السستينبل سايد. عندنا كمان control of the light lighting، الـ outdoor lighting باستخدام الـ solar energy system، و control of the heat island effect باستخدام الـ white paint، واستخدام الـ green و الـ green landscape and trees. فهي عدد من الحلول. فممكن حد يسأل أنا كيف جبت الحلول دي أو كيف فكرت فيها؟ في كثير من المصادر، يعني أنا من literature review لما قريت يعني الكتب مختلفة بتتكلم عن sustainability وخاصة في المناطق الحارة وكده، فالواحد بيقرأ الكتاب بعمق وبيلخص الحلول وبيكتبها، وبعد ذاك بيبدأ يفكر ممكن يضيف شنو من الحلول تتناسب مع المجتمع حقنا إحنا في قرية الخرطوم، ممكن نضيف لنا حاجة بالنسبة للsustainable site. يعني بعض الحلول جات من الكتب، وبعضها من دراسة الليتشر، وبعضها من دراسة البيئة نفسها حقت الخرطوم والكلتشر حقنا والثقافة، وانت عايز تحسن شنو من الحاجة الموجودة عندنا في البيئة السودانية. الاندور انفايرمنت برضو بتشمل حاجات كثيرة، اهم هذه الحاجات انه يكون عندي بيلدينج اورينتيشن، يعني اول حاجة انا بدرس توجيه المبنى، انه يكون يعني توجيه المبنى نحو اتجاه الرياح بحيث يكون متعامد مع اتجاه الرياح، وانه يكون ماكسمايز الويندوز الجلاس اند ويندوز تكون يعني كثيره وتكون في اتجاه الهواء. دي حته مهمه جدا، يعني احنا عندنا هنا في الخرطوم مشكله في الكهرباء، فبتلاقي معظم الوقت الناس قاعدين في البيت، فالحل بالنسبه لهم ان هم يفتحوا الشبابيك في اتجاه التهويه في اتجاه الشمال جنوب، وده يعتبر يعني احد الاشياء الاساسيه جدا في تصميم المساكن في السودان، وهي شيء متوارث من أجدادنا من زمان. يعني حتى البيوت القديمة من زمن جدي وحبوبتي بتلقى إنه فيها الطاقة اللي هي الفتحة الصغيرة موجودة في اتجاه الهواء. الزور البيبني هو إنسان غير متعلم، بس هو أخذ الحاجة دي من الكلتشر، بيفتح الفتحات في اتجاه التهوية. بتلقى أي بيت في الخرطوم فيه فتحات حق التهوية في اتجاه الشمال جنوب، اللي هو اتجاه التهوية الصحيحة. والحاجة دي هم ما درسوها حتى في الجامعات بعد وتعلموا منها، لا هم ماخذينها بشيء متوارث منذ القدم، يعني البيوت القديمة كلها مصممة بهذا الشكل. فعشان كده هي دي أهم نقطة عندي، اللي هي توجيه المبنى نحو التوجيه الصحيح وماكسمايز الويندوز، وإنها تكون towards الويند دايركشن، building orientation و building ventilation الاهتمام بالتهوية الطبيعية. الحاجة الثانية عندنا الـ vertical sunscreen والـ horizontal sunscreen، اللي هي كاسرات أشعة الشمس زي الحاجة اللي أنا شايفها هنا، اللي هي عبارة عن بروزات صغيرة
فوق النافذة بتعمل على كسر أشعة الشمس. عندنا برضو دي موجودة في مباني كثير عندنا في الخرطوم. طيب إضافة السولار انرجي سيستم على فتحات النوافذ، دي ممكن تكون من النيو تكنولوجيز المضافة، واستخدام النون توكسيك ماتيريال اللي هي المواد الغير ضارة في الفرنيتشر وفي الخشب في الأرضيات، واستخدام الليد لايتنج في الانتيرير سبيس. إذن دي من الحلول السستينابيليتي اللي أنا المفروض أوفرها عندي في التصميم. إذن أنا بالإضافة للحلول التراديشنال المعروفة اللي هي توجيه المبنى نحو الهواء والفنتيليشن، أنا لازم أبحث على حلول سستينابيليتي أوفرها في الاندور انفايرمنت زي ما أنا ذكرتها، اللي هي نون توكسيك بيلدينج ماتيريال، عندي السمارت لايتنج أو استخدام الليد لايتنج بتقلل من استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، وكمان الكيرتنز نفسها ممكن أنا أستخدم سمارت سوليوشن لفتحها وقفلها، والويندوز نفسها ممكن كمان تكون فيها تكنولوجيكال سوليوشن بأنها تكون أورينتد مع السولار انرجي مع اتجاه حركة الشمس، هي تكفل وتفتح وتتحرك معي بطريقة ميكانيكال. ففي كثير من الحلول بالإضافة إلى استخدام الميكانيكال سيستم نفسه اللي هو التكييف Heating, Ventilating, Air Conditioning System هو أفضل هذه الطرق المستخدمة، واستخدام الفانس برضو بتتناسب مع البيئة الهوت دراي كلايمت في الخرطوم. الأوتدور ثيرمال كنترول كمان هنا في عدد من الحلول main categories اللي هي shaded to the north-south direction, shaded to the east-west direction. إذا المبنى دائما بيكون فيه كانوبيز في كل الاتجاهات عشان تكسر أشعة الشمس. استخدام البلكونيز بلكونات واللاندسكيب والتريز والجرين ارياز واستخدام التيرسيز اند فاونتنز، دي كلها بتلطف من الجو في البيئة الخارجية وبتساعد على انه هذا الهواء بيكون بارد الى حد ما قبل ما هو يدخل لداخل البيت، وبتشجع الناس انه هم يقعدوا كمان عندي في الاوتدور انفايرمنت ويقضوا فيها جزء من الوقت بتاعهم. البيلدينج فورم كمان هو من المين كاتيجوريز وتم اضافته في الريسيرش. عندنا عدد من الفورمز، اللينير فورم زي ما في الصوره هنا اللينير فورم، وفي عندي الال شيب فورم، وفي السكوير، وفي السيركل، وفي الاتش. طيب في فرق ما بين كل واحد من الثاني. فاللينير فورم لازم انا اخلي الضلع الطويل يكون هو متعامد مع اتجاه الهواء، طريقه وضعه انه الضلع الطويل يكون متعامد على اتجاه الهواء، واقدر احط هنا الويندوز بتاعتي في الاتجاه ده بحيث انه احفز حركة الهواء من خلال هذا اللينك. اما الضلع القصير ما محبذ انه نحن نفتح فيه اي فتحات او نوافذ، فقط فتحات صغيرة ممكن تكون الكيتشن اند باثس في اتجاه الضلع القصير. طيب السيرفيس فوليوم ريشيو دي واحدة من الحاجات اللي بتساعدني في تصميم البيلدينج فورم. فوجد انه ال شيب هو اكثر شكل بيتناسب مع المناطق الحارة الجافة، وبيجيه بعد كده ال H شيب لانه بديني منطقة بيكون فيها شيدنج اريا، يعني الظل بيقع في هذه المنطقة بنسبة كبيرة، وبرضه بالنسبة لي ال L شيب بديني ظل يعني بتخفض من حركة حرارة الشمس وبيبرد الهواء الداخل للبيت. بيجيني بعد كده رقم ثلاثة اللينير شيب، وهنا السكوير بيكون نيوترال، بيديني الفوليوم ريشيو بتاعته بتكون واحد. أما السيركل بيكون هو من أضعف الفورمز في المناطق الحارة الجافة. ماتيريال اند ريسورسز، بالنسبة للماتيريال طبعا بنحفز استخدام الماتيريال من اللوكال انفايرمنت زي البريكس، يعني اكثر حاجه عندنا في الخرطوم بيستخدموا الطوب المحروق، وطبعا الطوب المحروق يعني ثبتت الدراسات انه هو عنده مشاكل بالنسبه للبيئه، فاتجهت المصانع انها هي تصنع الكلي بريكس او الايرث ستيبلايزد بريكس بحيث انه هو يكون تصنيع في المصانع او يكون كاست ان سيتيو وما يكون عنده أي ضرر على البيئة. كمان حل تاني اللي هو recycling
بالنسبه للماتيريال، نحن عارفين انه دائما احنا في البيلدينج كونستراكشن بيكون عندنا سكرابرز خارج المبنى. هذا السكرابرز ممكن يكون فيه الكونكريت او بقايا من الستيل او الساند او الجرافل. كل البقايا دي لازم انا اشيلها بعد ما ينتهي المبنى، انظف السايت بتاعي واشيلها ارجعها للمصانع مره ثانيه. ممكن اعمل ريسايكلينج ليها بحيث انه انا اصنع منها ارضيات فيها كسر الزلط وكسر الرخام واستخدمها في الاوتدور. ما عندنا حاجه بتكون مرميه، لازم انا اعيد استخدامها مره ثانيه في الاوتدور انفايرمنت. طيب من الحلول بالنسبه للماتيريال لايف سايكل اناليسيس، طبعا دي من الدراسات الحديثه انه اي ماده بيتم دراسه الديورابيليتي او السستينابيليتي لهذه الماده بتعيش معي قدر شنو، وبقدر استخدمها لمدى زمني قدر شنو. فلازم انا اعمل مفاضله ما بين المواد في الاسعار في الكواليتي في الستاندردز عشان انا اقدر استخدمها، ما بستخدم بشكل عشوائي. لازم ادرس اللايف سايكل اناليسيس بتاعتها والديورابيليتي والسستينابيليتي والانرجي فاكتور حقها، وبعدين بستخدمها عندي في المباني. طيب هنا التطوير اللي حصل عندنا انه عملنا تركيز للمواد او تصنيف. عندنا في ماتيريال اون بيز، ماتيريال اون وولز، ماتيريال اون سيلينج، ورتبناها بطريقة معينة ويعني فوكس بحيث انه نعمل مفاضلة ما بينهم والإيفالويشن اكوردنجلي لهذا التصنيف. ومن الحلول الثانية اللي هي الكاست ان سيتيو، لأنه بتعمل لي خفض في التكلفة والريسايكلينج للماتيريال واستخدام مواد جديدة زي الإيرث ستابلايزد بريكس. Drainage system and water supply system. لدراسة هذا الفاكتور أول حاجة درسنا ما هو الموجود من solutions عندنا في الخرطوم. ففي الخرطوم عندنا حوالي 75% من المساكن بيستخدموا الويل and septic tank، و 25% فيها drainage net اللي هي في منطقة الخرطوم 2 since the colonial period، يعني من فترة الحكم الإنجليزي هم بيستخدموا الدرينج نت. طيب ما هو السستينبل سوليوشن؟ السستينبل سوليوشن هو استخدام الدرينج نت فور اول جريت الخرطوم، ولكن طبعا الناحيه الامكانيات ضعيفه، فبلقى انه 70% بيستخدموا عندي او 75% بيستخدموا ويل عن سبتك تام. طيب الحل شنو بالنسبه لي؟ انه لازم يكون في ريجولر مينتنس فور ذا سيستم، تكون عمليه صيانه دوريه مستمره بالنسبه للويل اند سبتك تانك. وطبعا البير نفسها بيحفروها لعمق 50 متر تحت الارض، وده ممكن يسبب لي ضرر للاندر جراوند ووتر، يعمل لي مشاكل للاندر جراوند ووتر، يسبب تسمم، يسبب فيها تلوث، ويسبب لي مشاكل في الدرينكينج ووتر. فإحنا قدر الإمكان إنه البير لما إن أحفرها ما أخليها تصل لعمق الأندرغراوند ووتر، ولازم أعمل لها مينتنانس بشكل مستمر. من الحلول في هذا الكاتيجوري إنه أعمل السيرفيس ران أوف. في ميول طبيعية في السايت، هذه الميول تسبب انحدار مياه الأمطار بشكل انسيابي، وتساعد عندي في البلانتيش يعني irrigation بالنسبة للبلانتس الموجودة عندي في الأوتدور. من الحلول أيضا استخدام الكونتينرز للرين ووتر هارفستينج، يعني إنها هي بتحجز عندي الموية بتاعة الأمطار وأعيد استخدامه مرة ثانية في النباتات، سقاية النباتات. كمان عندي الجري ووتر ريسايكلينج، الجري ووتر هي الموية اللي بتجي من الكيتشن والباثس، وعندي فلتر سيستم صغير موجود عندي في البيت بيعمل ريسايكلينج للجري ووتر عشان استخدمه في الاريجيشن. استخدام البلانت في النيبرهود، يكون عندي وحده داخليه لتنقيه المويه، يعمل لها فلتريشن، يعمل لها تعقيم داخلي واعاده استخدامه مره ثانيه. ده بيسهل عندي يعني كنترولينج بالنسبه للووتر. الباور سبلاي سيستم برضو في دراسة الوضع الراهن، ف
فلقينا انه معظم المساكن، احنا درسنا حوالي 48 حاله، كلها بتاخد الكهرباء من الناشونال جريد اللي هي الشبكه الكهربائيه القوميه في الخرطوم. قليل جدا من الحالات كان بيستخدم السولار انرجي سيستم، حوالي حالتين بس، 2 كيس ستدي اوفر 48 كيس ستدي من الدراسه، هم كان عندهم سولار سيستم بيستخدموه في الهيتنج في الحمامات. وطبعا في ضعف في استخدام الطاقه الشمسيه بشكل عام، مع انها هي متوفره، وعندنا الويند انرجي متوفره، وعندنا هيت يعني الطاقه الجوفيه برضو موجوده ولكن غير مستخدمه بشكل كافي. ووجدت بعض المشاريع في السبرب اريا، يعني في المناطق اللي هي خارج العاصمه، في اطراف العاصمه بيستخدموا فيها السولار انرجي، ولكن يعني الهدف طبعا انه هي تكون متاحه لكل الناس حتى في السنتر اوف جريتر خرطوم. من الحلول بالنسبه لهذا الكاتيجوري استخدام الميترينج سيستم، وده عندنا ابلايد باي 100%، يعني كل المساكن فيها ميترينج سيستم لفاتوره الكهرباء، ومطبقه عندنا الحل ده بشكل جيد. فهذه الاشياء، الاستخدام الاضاءه اللي هي زي الليد لايتنج والميركرو لايتنج اللي هي بتديني هاي افشنسي وعلى المدى الزمني الطويل. طيب فاينل اللي هو الكاتيجوري رقم 8 الانفايرمنتال ديزاين بروسيس، فتو كنترول كل العمليه التصميميه ابتداء من الديزاين فيز، برايمري ديزاين وديفلوب ديزاين والورك اللي هو التنفيذي، الوركينج دروينج ديزاين، كلها المرحلة الأولى إعداد الرسومات. المرحلة الثانية اللي هي الكونستراكشن فيز اللي هي مرحلة التنفيذ، والمرحلة الثالثة اللي هي المينتيننس اند ديورابيليتي، بعد ما المبنى يتم إنشاؤه بعد سنة لازم أنا أرجع مرة ثانية أخذ رأي اليوزرز وأشوف عملية الصيانة، وبيكون عندي كده durability for the building. وآخر مرحلة اللي هي certificate اللي هو أحسب عدد النقاط اللي أخذ المبنى ده في sustainability من خلال التولز اللي أنا شرحتها قبل شوية. The location of the case studies هي Greater Khartoum، طبعا الخرطوم الكبرى بتتكون من الخرطوم، مدينة الخرطوم والخرطوم نورث ومدينة أمدرمان. عدد الكيس ستديز كانوا 48 حالة. الريزلتس بالنسبه للثمانيه كاتيجوريز الرئيسيين، سستينابيلتي السستينابل سايت كانت 39 نقطه وهي باس، ريزلت اندور انفايرمنتال كواليتي 33 بوينت وهي باس، والاوتدور ثيرمال كنترول 41 وهي باس، والبيلدينج فورم كانت 16 وهي ويك ريزلت، ماتيريال اند ريسورسز 22 بوينت ويك ريزلت، والدرينج سيستم اند ووتر سبلاي سيستم كانت 20 ويك ريزلت، باور سبلاي 7 ويك ريزلت، والانفايرمنتال سوليوشن كانت 34 وهي ويك ريزلت. طبعا كيف انا وصلت للارقام دي؟ عن طريق الافريج، يعني في الاول درست كل نيبرهود على حده، كل نيبرهود فيها حوالي 8 كيس ستدي، باخذ الافريج كرقم، وبعدين بجي باخذ الرقم ده باخذ افريج بالنسبه لكل النيبرهودز عشان احصل على الرقم واحد هنا. طيب بالنسبة للفيجر برضو بنفس الطريقة، عندي 8 نيبرهود وعندي المين كاتيجوريز في المنحنى الأفقي وفي المنحنى الرأسي عدد البوينتس. طيب عندي الكاتيجوريز العالية هنا هي عبارة عن اللي بنسميها الفيرست كلاس نيبرهود. فيرست كلاس نيبرهود بتشمل كافوري، وكان عندنا الروضة والطائف ثلاثة، فهم أخذوا sustainable site أعلى من الأربعين، يعني تقريبا 50% اللي هم الثلاثة ديل، الرينج بتاعهم من 45 إلى 60 ده sustainable site بالنسبة لل first class اللي هم عندنا on the top. طيب اللور القراءات الدنيا هنا كانت بالنسبة لل third class، يعني اللي كان إحنا عندنا third class حوالي 75% من المساكن في الخرطوم، اللي هي الطبقة الكادحة أو العاملة فيها التيتشرز، الناس اللي هم بنسميهم اللي هم في الوظائف الحكومية اللي هم الأوردينري بيبلز، 75% كانت السستينبل سايت بالنسبة لهم هم 20 إلى 25 ده الرينج بتاعها. الإندور إنفايرمنت برضو الهاي جريدز كانت بالنسبة للفيرست كلاس، واللور جريدز عندي هنا في
الثيرد كلاس. الاوتدور انفايرمنت برضو عندي الهاي جريدز بالنسبه للفيرست كلاس من 60 الى 80، واللور جريدز كانت بالنسبه للثيرد كلاس اند الليجر اريا. هنا بالنسبه للبيلدينج فورم والماتيريال والدرينج سيستم والباور سبلاي سيستم في كل الكلاسز هي كانت لور جريدز، يعني كان فيها مشاكل بالنسبه للسيرفيسز في الخدمات والماتيريال وبالنسبه للفورم. طيب how we validate our result، يعني كيف عرفنا ان احنا النتائج بتاعتنا دي كانت مناسبه او غير مناسبه. We compare our result. طبعا السيستم اسمه sustainable eco building assessing method سميناه CBAM. We compared by lead version 4.1. By CBAM we have 55% are weak. By lead we have 52% are uncertified. By CBAM we have 25% are pass, and by lead we have 39.5% are certified. By CBAM we have 20% are good, and by lead we have 6.66% are silver. By CBAM we have 4% are very good, and by lead we have 0% are gold. And by CBAM we have 0% excellent, by lead we have 0% platinum. We are concentrated at this area by the good solution. So we, if we compare these two numbers, we can see that CBAM give 20% good solution or good result من ال case studies و lead 66% as silver. So my system give more good results because I concentrate on the passive solutions. The passive solutions, they are suitable for more of our residential areas in Greater Khartoum. And we have a technological solution, minimum technological solution, because not all people can apply the technological solution. It is available, but could be applied by yani minimum of people. That's why we have 20% by CBAM, because we concentrate on more solutions as a passive solutions. Also, we have another validation of the result, apply of 5 global system on 1 case study. This is, case study has the higher points and evaluation as a very good. Dr. Osman Al-Khair House, I concentrate on this yani case study because it has the higher points in evaluation. The result by CBAM 50 points, Green Star in Australia 50 points, BREEAM 56, Istidam 61, LEED 51, and GSAS 36.6. The variation in the result because we have different focus categories and different focus sub issues by each system. This is the result, and this case study was published as a paper recently. Conclusion and recommendation. For the sustainable site, the research concluded that the sustainable site in most residential areas in Greater Khartoum has a good accessibility level with a score of 35% attribution to proximity of plot to public transportation access. The third group for the parameters show poor accessibility and relieved a score of 20%, attributing the high distance of the plot from the main road. This long distance is because the selection of the site in according to the land distribution and allocate from the Ministry of Urban Planning. The research concluded that residential buildings have a good control to parking covered by shed, noise prevention and waste management with a score 65% for the first group. However, that the research inferred weak control in parking, noise, and waste prevention with a score of 40%. In addition, large open spaces were found for the first group due to the moderate plot size ranging between 400 and 600 square meter, and thus the group received a score of 60% in the data analysis,
On the other hand, the received found limited plot area in the third group size from 250-300 square meter with a score of 40% according to distributing land from the urban classes, Ministry of Urban Planning. Head island effect has been inferred to be significantly low in all study samples and thus disclosed a score of 20% minimum solution found in solving the heat island effect. The indoor environmental quality, most of the residential buildings largely evident has a good solution, including roofs insulation, or building dimension, windows design, vertical and horizontal sunscreen and natural ventilation, use of fans and desert cooler and good orientation with a score of 33%. However, the groups also evident weak solution, the third group, which seen in the techniques such as wind towers, courtyard systems, and double roof, they concluded that some groups didn't demonstrate the use of green walls, green roofs, thermal comfort control, lighting control, heating, ventilating, air conditioning, اللي هي حلول غير متواجدة في residential area. Outdoor environment, in the outdoor environment shows good application solution such as shades, terraces, canopies, balconies, and vegetations and landscape in the first group by 67%. On the other hand, the third group, they received only score of 14.5% because of a small plot size. يعني قطعة الأرض صغيرة, well, most of the plot, it is a building. They have not ability to make their landscape and manage the outdoor environment. Environmental design process, يعني بشكل عام كانت معقولة اللي هي النسبة كانت 33%. Building construction. As regards building construction, the study revealed two use of applicable solutions such as concrete skeleton for residential buildings in the Greater Khartoum, which received a score of 57%. Similar load bearing system scored 44%, and mud bricks in illegal areas received a score of 100% because this solution necessary met the residents needs to wear economical. يعني هم بيستخدموا أكتر حاجة المط عشان هو بيناسب الحالة الاقتصادية بالنسبة لهم. The research found problems in the ceiling and poor insulation in the third group. Materials, the use of the materials in construction, it was concluded that the building had concrete ceiling by 57%, bricks, hollow blocks in walls and ceramic by 67%, marble 16.4% on floors, wood and coated corrugated sheet in ceiling 32%, bricks in walls and recycling ceramic on floors by 12%. Also sand, gravel and clay blocks were observed in the illegal areas as owned and professional preferred to use materials available in the local environment. The waste management in concluded that applicable solutions such as waste management, roof clay tiles, wall cladding, and glass, aluminium, and wood were not evident across the study samples. The reason for the limited solution use of the wood and roof clay tiles and cladding could be attributed to their high cost and unavailability in the local market. Moreover, limited solutions were evident in the use of the recycling materials. The water, the research concluded that all the cases studied that water was sourced from the natural grid. The research especially shows unavailable solutions in the use of biological treatment, rainwater container, water metering system, water recycling, and water efficient products because residents present limited of affordability in using such solution. Energy, the research revealed that all the case study samples in Greater Khartoum used energy from the national grid and thus received a score of 100%. However, few alternative solutions as regard to CBAM are evident in the use of the solar energy and energy heating system, outdoor lighting, and solar heating.
My future plan, develop research of the method of assessment CBAM, make more workshops and with specialists to develop the method, learn architects about how to use the assessment method to evaluate and develop their projects, lectures at universities to the community to educate the students about sustainability, apply the assessment methods in Apple Store. My acknowledgement, this humble effort would not be possible without the help of others, Sudanese Research Foundation, the host, Prof. Saud Sadiq Hassan, Dean of Architecture in Future University. He is the supervisor of my research. Dr. Abu Bakr Hussein, Dean Internal Examiner, Faculty of Architecture, Khartoum University. دكتور عوض سعد هو الاكسترنال اكزامينر فاكولتي اوف اركيتكتشر برضه هو دين اوف فاكولتي اوف اركيتكتشر سودان يونيفرسيتي وبروف لويد سكوت ذا اكسترنال اكزامينر فروم يونايتد كيندم also I had to stand my mother and father they make me stand on solid base all professors and doctors help me in this research thank you شكرا جزيلا دكتور هند يعني ما شاء الله يعني كان ديزرتيشن مليان جدا جدا واعتقد انه يعني الاوت كم بتاعه عباره عن تول ممكن الناس يستخدمها يعني بصوره عمليه في انه نقدر نعرف بالسكورز بتاعتنا وين الوضع بتاعنا يعني من ناحيه بتاعت انفايرمنتال فريندلي دكتور حسام تقريبا دكتور حسام بروف حسام افتح المايك open the mic yes okay. do you hear me now تفضل كيف حالك بروف طبعا دوس ترتيب تمام لازم في جامعة عين شمس ما شاء الله تتلمست على يديه خرجت سنة 94 يعني الناس اللي هم درسونا في أيام الجامعة تفضل يا دكتور كيف حالك؟ أنا سعيد طبعا I'm really proud of Dr. Hint ابنة النيل السودانية المجتهدة الريسيرش أنا أشفق على المشرفين والمحكمين لأن الرسالة is more than 400 page is too much هي فعلاً أرهقتنا يعني أنت خططتيها 300 وال 100 appendix it's good but it's full of information دكتور هن I have some comments one comment you talk about lead And lead is ignorance about identity. We have to put identity. Our Arab countries, they have a culture. And lead is not cover this point. Should be the identity. Sudanian architecture, Sudanian houses, they have own identity. You have to put that in your consideration. And they have their own culture, their own traditional. You talk about some buildings and the Sudanian architecture is a very important to take care. You put 48 example, it's too much, but you did a very good effort. But my argument, you know what my argument for? Maintenance, because I am special for maintenance. Yes. Maintenance is not only after the building operation, should be from the first. I put now the Egyptian code for maintenance. I am now also a member of the Saudi Council, Saudi Associate for putting a code for maintenance and operation. Maintenance should be from the beginning, from the when you put the design, you put in your consideration all the items have to make a maintenance. And when you submit the project, you have to follow and to check what
the problem before you operate the building, and after the operation, we have many arguments to put it in your consideration and to put the facility management and operation systems and planning for that. This is my argument. But for all your work, for the supervisors, I take off my hat. They did a very good, because this research should be printed as a book and to be as a reference. دكتور أنا نسيت أضيف إن هو تم نشر كتاب في الأمازون بس تحط الفون نيم بيجي إن شاء الله لو أنا زرت مصر بجيبه لك لحد عندك يا دكتور. ده شور يا أنت. وفي نفس الوقت أنت كلمتي على items حلوة الـ evaluations points بتاعتك خدتي دليل عليها. It's good to give this balance and wait for this evaluation, for all this example, and you take it. But my argument for you have to take all the example in the same hot arid area, because Europe, they have no hot like in our countries. But you get, I know, the system and the ruler for the sustainable and how to deal with recycling and gray water, but still you have a lot of work you have to do it for our environment, for the SWOT analysis, and what you get from our culture is very important. I say thank you very much for your work. It's a good, but please continue on the same way to give us more and more and to establish. دكتور حسام. الو. المايك قفل عندك دكتور، المايك قفل من عندك. المايك. Yes, you heard me. Thanks a lot for your work, for your presentation, for your this forum to talk about Sudanian architecture work. Good, and you are on a way to get success. Thank you, Dr. Hent. شكرا يا بروف على تعليقك وعلى عيني وراسي ان شاء الله. We will continue and we will support all your points. Thank you very much and thank you for the moderator. Thank you very much. الله يديك العافية. شكرا جزيلا دكتور. الله يبارك. طيب دكتور هند. دكتور انور في شير في الفيس؟ اي ما ده في المجموعة. كنت دايرة اشوف الاسئلة عشان ارد عليهم. شايف في تاجز اكثر من اسئله يعني بيعملوا تاج لبتاعنا. كنت عزمت عدد من المعماريين على اساس انهم يجوا، لكن اعتقد انه يعني مشاكل الكهرباء دي واحده من المعوقات يعني. صح تمام. طيب اتكلمين على التول، بس التول اللي انت يعني بصدد انها تطلقيها وكده. طيب هي نفسها بس انا هنا مجزئاها في الشرح، يعني كانك انت ضم الاطراف دي كلها مع بعض. الاوت دور بيلدينج، ايوه سستينبل سايت، الاندور بكل الحاجات بتاعتها. في الاكسل شيت بيحسب، يعمل لك كالكوليشن. يعني انت هنا بتحط الايفالويشن 1 او 0 او 2 على حسب الريزلت. بعدين في الاكسل شيت كل الحاجه دي بتوالي بيديك يعني الريزلت كالكوليشن. ايوه الكالكوليشن بتاعتها، وبديني فيجر وتيبل والريزلت طوال ايميديتلي. يعني صممتها بحيث ان طوال انت بتحط الايفالويشن بتاعك بيطلع لك التيبلز والفيجرز والريزلت بتاعتك. الكلام ده ممكن يستفيدوا منه منو؟ كل البيئه، الاركيتكس، ايوه وزاره التخطيط العمراني ممكن يعتبروه مثلا التول ده يكون اساسي عند تسليم الخرائط مثلا تحت المبنى يسلموها.
بعد التنفيذ يطبقوا ويشوفوا قدر شنو هم حققوا من السستينابيليتي. فلازم يكون باس، نحن قلنا الباس 41 وبررنا ليه 41، لأنه إحنا بدينا متأخر. الباس بالنسبة للجلوبالي هو 50، لأنه هم بدوا قبل 10 سنوات مننا، وكل مرة بيعملوا أدفانس سوليوشن زي ما دكتور حسام هسه بيقترح إنه نضيف الإضافة. طبعاً إحنا حاطين كلمة أذر في نهاية كل كولوم، هنا في كلمة أذر. أذر دي للأدفانس سوليوشن، كل سنة بتجي حلول جديدة في سمارت سوليوشن تقدر تضيفها، في نيو تكنولوجيز بتضيفها من سنة لسنة. وزي ما عملوا ناس ليد فيرجن 1، انت برضو بتقدر تعمل من سيبام فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3، يكون في ديفلوبمنت وتحديث له بشكل مستمر. طيب شنو الديسايسيف فاكتور؟ شنو الحاجه العامل الرئيسي في انه انا اخذ اكبر سكور في التول دي؟ ما هي السوليوشنز، انت ما حتلقى السوليوشنز دي كلها مطبقه في البيت الواحد، حتلقى جزء منها يا اما نصها. اي لا قصدي انه شنو السوليوشن اللي بياخذ اكبر ويت، اكبر رقم في الارقام دي؟ كل ما كانت يعني فيها sustainability more sustainable، يعني ما انا حددت عليك بليفلز، في عندي حلول average وفي حلول more environmental وفي most environmental، يعني 0 1 2 بتتدرج معاك. كل ما انت الاثنين ده السكور، وانت بتجمع بعدين الاثنينات كلهم والواحدات براهم كده كلهم في الكولم ده اوتوماتيكلي في الاكسل شيت بتجمعوا بيدوك التوتال طوالي. تمام، وهم كم فاكتور تقريبا؟ 125. عندي 125 اقل عدد ممكن يكون يعني عشان اخذ سكور كم؟ 41. 41 41 دي يا اما اخذ فيهم اصفار يا واحد يا اثنين في الويت، مش كده؟ ايوه هو التوتال، يعني التوتال بتاعك. فال 41 دي الباس، يعني هو البيلدينج بيكون باس. وبعدين عندنا في السودان الحلول الباسيف سوليوشن هي الحلول بدون تكلفه within the design itself، يعني من المبنى نفسه، هل هو لود بيرنج سيستم، فيه ناتشرال فنتيليشن، ناتشرال اورينتيشن، الويندوز سايز، الحلول اللي بتكون مع التصميم نفسه ما بتكلفك حاجه، يعني انت اوريدي حتعملها، انت حتبني البيت، حتجيب الطوب، حتعمل فتحات، حتوجه نحو التهويه، فالحلول دي ما بتكلفك اي كوست. فدل عليها اللود الاكبر بالنسبه لنا في السودان، كويس؟ يعني باي ديزاين، يعني باي ذا ديزاين اتسلف. دي ميزه السيبام هنا، ان هو الحلول اللي بديك ليها المكتوبه دي معظمها بتجي within the design itself. التكنولوجيكال سوليوشن موجوده، لانه في ناس عندهم قروش بيقدروا يطبقوها. ممكن اعمل سمارت هاوس، ممكن اخد الهيتنج فنتليشن سيستم، ايوه، ودي بتديك مور ادفانس، حتطلع بعد كده من ال 41 لفوق، حتجيب 45 50 60 تطلع في الجريدنج بتاعك لفوق. في ناس عندهم سولار انرجي سيستم، بس لقيت حالتين فقط من 48 حاله فيها السولار سيستم، وهم عاملين النظام اللي انا مصوره وده اللي هو عباره عن سولار هيتنج، بيستخدموها لمويه السخان بتاع الحمام. سخان ده لكن في السودان بس السخان اي سخان قصدي هو ذاته بيستخدم شويه يعني في السودان، لانه الجو بصوره عامه شخصيا يعني. طيب في اي سؤال هنا من الناس الموجودين؟ ديما، دكتوره ساميه، لولو، وسروه، بتقدر تجيب صوره لهم؟ عشان المره اللي فاتت كان نفسي اخذ صوره للاودينس، الناس الخاشين، اعمل ستوب سكرين. اي ممكن تعمل ستوب سكرين شير، ممكن نعمل. ايوه دكتورة سامية، كيف حالك؟ لولو، سامية، ديما، إذا في حد عنده سؤال تفضل. أرسل لك الصورة في الفيسبوك. أنا في صورة ثانية. تمام، بشكر دكتورة، كتر خيرك هنا. كتر خيرك يعني كثير على اللي اسمه ده، انك يعني قدمت الرساله بتاعت الدكتوراه بتاعتك. كنت اتمنى انه الناس تواصل طوالي في الاتجاه ده، يا ريت
الفترة الجاية تساعدينا برضو بأنك تستضيفي ويبينارات في مجالك من زملائك من طلابك في المعمار اشجعهم انهم في يتكلموا، المعمار لانه دائما بالضبط. هادئين كده هم نعم احنا الفريق. في المعمار ما عندنا اسمه شنو ده، ما عندنا يعني في مجموعة عندنا ناس فرعية. ممتازين، دكتور عثمان الخير لازم تستضيفه مرة عندك، طوالي 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 ودكتور نستضيفه طبعا. زحل الطيب، ممتاز دي طوالي، زملائي كلهم ان يا شاء ريت الله. أيتي تقوم تتواصلي معهم ونحدد مواعيد هو زي الويبينار ده إن شاء الله. بيهمنا جدا إنه نثري عن إن شاء الله. السيرش وكده. شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة شكرا والعافية يا دكتورة، شكرا ربنا جزيلا يوفقك. لكم. شكرا جزيلا لكل الحضور، ديما سلوى شكرا ودولوة، شكرا لكل الحضور. شكرا جزيلا. الله يديكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا، شكرا لك دكتور أنور. الله يسلمك يا رب، مع السلامة.